هلا. واليوم الأكلة مثل ما شايفين من مطبخنا العراقي اللي هو الغني بالأكلات والنكهات اللي كلش طيبة، ماكو ولا أطعم من التبسي الباذنجان بالكباب ويا التمن اللي بالشعرية، يجنن. أطيب شي ممكن الواحد يسويه وسهل وكلش طيب. أول شي راح نبدي نسويه هو الكباب اللي هو عبارة عن لحمة مفرومة وياها معدنوس مفروم وبصل وملح وفلفل. راح نشكلها بالشكل هذا، كفتة على شكل صوابع صغيرة. نبدي نقليها بشوية زيت لحد ما تحمر وتستوي. هسا نبدي نقطع الباذنجان بهالسمك هذا، نرش عليه شوية ملح لحد ما يبي ينزل ميته وننشفه، ونبدي نقليه لحد ما يحمر. هسا نبدي نلف الكباب بالباذنجان ونحطه بصينية البايركس اللي راح ندخلها الفرن، ونحط عليه عصير طماطة أو معجون طماطة نخفه بشوية مي وملح وفلفل وشوية شراب رمان، نغطيه ودخله الفرن. هسا نقل الشعرية لحد ما تاخذ لون، نضيف عليها التمن البزمتي المغسول ومي ونتركها لحد ما يستوي. وهذا شكله ألف عافية.